ولكن اعتقد ان احنا كلنا ساعدنا في هذا الاسبوع ايضا بتدشين مشروع راس الحكمة اللي بيتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية ودولة الامارات الشقيقة. واعتقد يعني حضراتكم شفتوه من تابعتوه من حرص يعني اشقائنا في الامارات، وطبعا تواجد شرفنا بتواجد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، طبعا في ضيافة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يطلقوا سويا المشروع التنموي الضخم لهذه المنطقة من الدولة المصرية، شيء كلنا سعدنا بيه لان حجم استثمارات ضخم جدا بيؤمن استثمارات مستدامة هتبقى موجودة على مدار فترة التنمية، بيخلق حجم هائل من فرص العمل، مئات الالاف من فرص العمل للشباب المصري، بيوفر هيبقى مكان ان شاء الله مع اكتمال تنميته لاكتر من 2 مليون نسمة. فبنتكلم فعلا على اضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري، واللي احنا حريصين زي ما قلت ان احنا ان شاء الله هيبقى فيه مشروعات مثيلة في خلال الفترة القادمة، والدولة المصرية بتشتغل على هذا الموضوع. ولكن هي رسالة واضحة بان ثقة في الاقتصاد المصري وقدرات الدولة المصرية على تأمين الاستثمار الخارجي المباشر، واللي ده اللي احنا شغالين فيه كلنا، لان في الاخر ده اللي بيفيد المواطن المصري من خلق فرص عمل، من نمو اقتصاد، من عملة صعبة بتدخل، وبالتالي ده كله بيساعد في استقرار الدولة المصرية. الشيء الاخر اعتقد اللي حضراتكم تابعتوه هو ان احنا طبعا كان هذا الاسبوع بيمر على الذكرى 51 لنصر اكتوبر، وحضراتكم يمكن كلنا يمكن حضراتكم اغلبكم يعني ما كانش موجود في وقت هذا النصر، ولكن كلنا نشعر بمدى الفخر والاعتزاز بيه. والدولة المصرية اعتقد ما تم مقامت بيه في خلال ال10 سنين الماضية في تنمية سيناء شيء يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه لتحقيق الامن القومي. والدولة المصرية حريصة على الاستمرار بالاسراع بخطط تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتنا في هذه البقعة العزيزة جدا على مصر. واعتقد يعني ان كلنا كنا سعداء اول امبارح يعني لاول مرة بعد اكتر من 50 سنة ان تعود حركة القطارات لسينا، وشفنا الحقيقة تدشين الخط مرة اخرى، خط القطارات اللي بيعدي من غرب القناة الى شرق القناة، واللي هو يمثل الجزء الاول من الخط اللوجستي اللي ان شاء الله هذا الخط هيمتد الى العريش ثم الى طابة، عشان يبقى بنربط كل المناطق التنموية في سينا بشبكة النقل السككي، لان ده شيء مهم جدا سواء للبضائع او الركاب. ولكن الرسالة الدولة المصرية مستمرة، وشغلنا الشاغل ان شاء الله الفترة الجاية سواء الفترة الماضية او الفترة الجاية هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأن ده جزء من الأمن القومي المصري بإذن الله.